الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازه وجعل صفوفهم ثلاثه فاكثر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان استحباب تكثير المصلين على الميت، لأن كثرة المصلين على الميت شفاعة له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال: أمة من المسلمين يبلغون 100. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: فيقوم على جنازته 40 رجلا. ثم قيد هؤلاء 40 بشرط مهم، وهو أنهم لا يشركون بالله شيئا. فدل هذا على فضل التوحيد وعلى فضل أهل التوحيد، وعلى أن دعاء أهل التوحيد مستجاب، وهذه فضيلة عظيمة للموحدين أن الله عز وجل يستجيب دعاءهم، خاصة إذا دعوا لإخوانهم. وإذا كان هذا الدعاء للميت فكذلك هو للأحياء، فدعاء المسلم الموحد لأخيه المسلم الموحد رجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وذكر الفضل العظيم في من شهد الجنازة وصلى عليها وشهدها حتى تدفن، أن له قراطين، والقراط الواحد مثل جبل أحد. كل هذا ترغيب في صلاة الجنازة حتى ينتفع الداعي والمدعو له، ينتفع المصلي والمصلى عليه. وهذا لا شك أنه دليل على عناية هذا الدين العظيم بتلاحم المسلمين وتكاتفهم وتعاونهم على البر والتقوى الأحياء والأموات. فلذلك الذي يصلي على الجنازة يؤجر في صلاته أنه صلى على أخيه المسلم وقام بالفرض، فرض الكفاية، وأيضا يؤجر في دعائه على الميت. وهذا الدعاء من المصلي على الميت دليل على صفاء القلب، وذلك لأن الإنسان لا يدعو للآخر دعاء صادقا إلا بصفاء قلب. وكل هذه الأمور يعني من مقاصد الشريعة في صلاة الجنازة، والمقاصد كثيرة جدا. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، فدل على أن الدعاء شفاعة. ولذلك المسلم إذا صلى على الميت عليه أن يخلص في الدعاء، يخلص في الدعاء، ويتذكر أنه لو كان هو الميت لكان هو بحاجة إلى هذا الدعاء. والجزاء من جنس العمل، فإذا أخلصت أنت في الدعاء للميت في صلاتك اليوم فسيأتي من يخلص الدعاء لك إذا صلى عليك، وما عند الله سبحانه وتعالى أعظم. آخر حديث في هذا الباب قال: وعن مرثد بن عبد الله الزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه، مالك بن هبيرة من الصحابة، قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها، تقال الناس عليها يعني صلى على جنازة قلة من الناس لم تأتي جموع كثيرة. قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم 3 أجزاء، جزأهم 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
هنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول 100، والحديث الثاني ذكر 40، وهذا الحديث الثالث قال 3 صفوف، وكل هذا ترغيب للمسلمين في صلاة الجنازة. فإذا لم يبلغوا هذا العدد، لم يبلغوا 40، لم يبلغوا 100، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ نفعل كما فعل مالك بن هبيرة رضي الله عنه، تقسم الصفوف، مثلا الحضور في المسجد مثلا مثل هذا المسجد لا يغطون إلا صفين، فحتى يدخل هذا الميت في هذا الفضل تقسم هذين الصفين 3 صفوف. وهذا الذي كان يعمله مالك بن هبيرة، وهذا فهم منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، يعني أوجبت له الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم فيه. وجاء ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر بعض العلم، لكني لم أقف عليه، لكن عن مالك بن هبيرة هذا ثابت، موقوف عن ثابت بلا شك ولا ريب. ولذلك ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، إلى هذه المسألة ذهب الإمام أحمد إلى تقسيم الصفوف إلى 3 إذا تقال للناس، حتى أنه سئل رحمه الله تعالى لو كانوا يعني 4 أو يعني كانوا 6، قال يقسمون 2 2 2 فتكون 3 صفوف حتى يدخل في هذه الفضيلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إكمال الصفوف أولى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل الترغيب في تكثير الصلاة على الجنازة. ولا شك أن فهم الصحابي مقدم هو مالك بن هبيرة، ولا يعرف أن أحدا أنكر عليه هذا الفهم مما كان من الصحابة والتابعين. والمسألة بلا شك أنها مسألة اجتهادية، ولكن من عمل بهذا فلا ينكر عليه، ومن عمل بهذا فلا ينكر عليه. وكما ذكرنا ذهب إلى هذا الإمام أحمد أنها تقسم إلى 3 صفوف عملا بعمل مالك بن هبيرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.